قربت واستغربت عيني بيا من الفرقة. ما خرجتيش معايا مزيان غادي نهرس هذاك الراس عندك بلاصة. ايوا معايا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي امين. اليوم راه جايين عندي الضياف، دايره لهم حفله اللي هي غير بسيطه، ماشي واش حفله ولا عرس ولا اش؟ لا حفله، لا ماشي عرس، هي حفله ديال النجاح. اه ولد لوسي راكم غادي تعرفوه ان شاء الله بحول الله. معكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيه، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وعلى خير. وكيف ما كتشوفوا اليوم جايين على الضياف وبغينا نفاجئوهم شويه وبغينا نفرحوا بهم على ديس مناسبه النجاح. حنا راه قلنا له ما درنا والو. حنا قلنا له ما درنا والو. هاد الكيكاش كلي مصيبه، واش انت ولا محاسين؟ لا هذه انا صوتها. اي هاي الله يرضي عليك بنتي، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك بنتي. وهذه احنا نشوفوا المشاهدين شنو يقولنا، واش الكيكه ديالك ولا ديال المحاسين اللي زوينه؟ ماشي مشكل، كي محاسين كي انا بحال عندي. المهم ماشي مشكل، انا بحال بحال، المهم تكون زوينه. ما حسينا نشوفك واش انت ولا ماماك اللي وتعجب حتى الوليد اللي صايبنا ليه، ولا هو نفرحوه حتى هو. اي جوجهم دايرين لهم حفله، وليد صغير هي نتمنى ان شاء الله تعجبهم. هما غيبقاو معنا المشاهدين حتى يشوفوا شكون هو هذا الوليد ان شاء الله بحول الله. دابا غنعمرها ثاني. محسن الله يعطيك الصحه بنتي. شكرا. دابا قولي لنا، واش دابا بغيتي تمتهني هذه كهوايه ولا كيفاش؟ هذه الكيكه بانت لي زوينه. ها مره كنبغي نعاون ماما وهادي شعر مرات كندير كيكا، شعر مرات كنعاونها. كدير داك الشيء خفيف بحال هكاك. راه جات الضحكه دابا، عرفتي علاش؟ عرفتني نقول لها خصك دير لنا المرقه، خصك كتمشي لنا غير هذاك الشيء التفيتيفات الصغار. ماشي مشكل، من داك التويشيات الصغار التويشيات الكبار، دابا ماشي مشكل. غنشوفو. الله يعطيك الصحة. القراية والخدمة. القراية والخدمة. بجوج. مرحبا بهم، رحنا فرحنا بهم، خصوصا سيف الدين اللي من درنا حنا هاد الحفلة هادي كاملة، درنا له الحفلة حيت نجح جاب 8، ومبروك عليك سيف الدين. الله يبارك. والله إلا فرحنا ليك. أنا نسيت ولا جبنا 7. لا واخا واخا واخا، ماشي بحالها، ماشي بحالها هو. واخا تجيبي 7 ولا 8. هو راه أول بنت ديالو هي هادي دابا اللي شد. دابا أنت الثانية. دابا انت الثانية اضحى، شوفي انت الثانية. ويام جبت 14. ايوا هما 14 ما بانت لينا. و14 هي 7، و14 هي 7. واحد خالي حموشتو ساكت. واخا خالي حمو. خالي حمو تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. درجوع. هذا البرنامج اللي دوزنا اليوم في دار ديال ولد اختي. مرحبا خالي حمو. بارك الله عليكم. بارك الله فيك خالي حمو، مرحبا بك. عزيزة خالي حمو. بارك الله. والله إلا راك عزيز. شي تحيه، شي تحيه مينا. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ديما حنا المهم كل سبت واحد خصنا نجوا عند فاطمه ضروري، دايرين لنا واخا قبلوا علينا. جيتو لقيتوني للويلة عندي. لا ماشي مشكل، راه داري بحال هذا، كنقول لك ديما داري بحال هنا دار، علاش واخا تكون روينه نجمعها معاك، ماشي مشكل. واخا خالي حمو دابا اول مره غيجي، ماشي مشكل. خالي حمو تا هو راه مختار. انت هو خالي حمو. بارك الله فيك. هضر لنا خالي حمو بالفرنسي، بغيناك تهضر لنا بالفرنسي. هذيك هي لويت. وصراحه والله الله يطول عمرك خالي حمو، ما كاينش بحالك والله العظيم، راك عزيزه خالي حمو بزاف. خالي حمو مسكين راه قاري حتى الشهاده ولكن ما كملش القرايه ديالو. الحمد لله الله يخلي له صحته. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بصحه جيده وبخير وعلى خير. وكنتسلم على المشاهدين ديال خالتي فاطمه وعمي محمد. ورحنا فرحانين بزاف حيت جينا عندهم وهما داروا حفله سيف الدين ووجدوا الكيكه وجينا ريت عاوتاني هما يجيو. شو خالي حمو ما عرفتش بغا يقول غير بلا شمس العشيق قد غربت واستغربت عيني بيا من الفرقة يا قد غربت واستغربت.
كاع هادشي مخبعوا لينا خلي حمو فاطمه هادشي كامل دابا دا على سي في الدين دابا مسكين راه كي دابا منين قلت له راه قرا حتى الشهاده راه قاس كيجبد لينا داكشي اللي قرا في الشهاده سبحان الله شوف الفرنسي بحال الفرنسي راه ما عندوش بصح الحمد لله غابت الشهادة غير الخمس الخمس منه كندوزو فيها الشهادة ودابا ولات هالباك هالكاتريام هالجامعة هاو وعرات الوقت اللي دابا بصح 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 نطلب الله ينجح كل واحد اخر الله ينجح جميع المسلمين وحنا اليوم راه حنا ضاحكين فرحانين سيف مع سيف الدين وتا دوحة مسكينة ما نديروش لا لا تبارك الله راه جات بحال سلسلة هي نجحات شوفي فاطمة دابا حنا بغينا نشجعوهم المرة الثانية صافي جابوا هاد النقيطات هادو الله يجعل البركة بنادم يزيد يشجع ماشي غادي ما نطمعوش بزاف اي كما قلتي ما نطمعوش بزاف السلام عليكم مشاهدي الكرام لاباس عليك كيف دايره الحال اليوم جا عندنا الضياف ورحبوا بهم واليوم جا عندنا سيف الدين اللي هو نجح اللي هو نجح ودرنا ليه الكيكه مرحبا بك وشكرا وئام حتى انت يا شاء الله عند الملك السلام عليكم مشاهدي الكرام كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة اليوم سيف الدين جا عندنا ماما دارت لي الكيكة بمناسبة نجاح ماشي غير ماما كرتا محاسيب ودابا بغينا نعرفوا قلنا له ما درنا لك لا كيكة لا والو بقى مقلق مسكين سيف الدين اش قلت لك بويلة قلت لك ما لقيتش البيض لا تقلق سي تقبلوا بالصاط قلت لك ما كاين لا بيض لا والو ما كايناش الكيكه وانا راه خبعت دابا غادي نشوفوا شكون اللي حسن واش الحلوه ديال محاسين ولا ديال ماما ديال محاسين هي هاد الكحله ياك ما عي زوقتيها وقلتي طيبتها لا 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 فاطمه تبارك الله عليها كيما دارت ليها عد زوق لا 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 تبارك الله عليها كتعرف محاسين طايب شي هذه المره شوفي هذه المره تجي عندي للدار ما نقولك تبارك الله عليك وعلى الكيك بالنسبه لي انا محاسن غير باقي ما اجتنيناش ماشي ما نجحناش عارفه راسك غادي يسولوك الله ما تكون بعدا الله ما توجد وكانت المر عطيه كمالك الله غادي يدوزوا العطله المهم دابا عاوتاني نتوما من تشوفوا النتيجه ديالكم عاوتاني هذا النوبه ديالكم عاوتاني ان شاء الله يلا ما شفناش الحلوه ديال سيف الدين يلا وري عندك ممتعين وغنحلوا هاي 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 شكرا يا سيف الدين على الحلوه ما شاء الله اه فاطمه جمع ما شحال ديال الفلوس ومشى داني الباتيسري وقال لك والو هادشي هو اختارهم راسه ايوا ما رد لك بالخير في الدين قبل العطله ان شاء الله تشد النتيجه وندير لك عاد ذوقنا شي شويه شوف خالي حمو الا غاد ذوقنا شي شويه انت الاول حتى نسيتو اول راه جايبها لك خالي حمو اتانسي تو تي فوت وا تي لا باوت فيس ما تركي لا تدي تو لو سكول تي تري با بيان ديك ما جو تو كاتي تو تو ميك لو باتو دافور لو كان ما خدمتيش معايا مزيان راه غادي نهرس هذاك الراس عندك بلاصه ايوا دوش معايا واش انا غادي نحل الكارتون غا بحالي واش انت اللي كاين هنا ولا وادي انا اللي صافي خلي حمو طلع ليه الدم الجوي راه ما يقدنيش انا انت جيتي لنا الجوي نحتي ونجدي لنا جوج بغلات جيب ربعه من هادو ولا خمسه مسكين داكشي اللي عندنا فاطمه قال لي خلي حمو يجيب خمسه من هادو قال لي ها هو كيحسب لي زعما خمسه ولا خمسه انا غناكل هادي صراحه ايه انا وما تخيلاش شكرا لكم بزاف الله يحفظكم وينوركم وسلام عليكم تلقى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله الله يعاونكم سلام عليكم سلام المشاهدين المشاهدين الكرام سلام الله يسخر الله يسخر